على المرأة النصرانية التي ماتت والمشكلة الكبيرة صلى عليها بعض المسلمين في بيت المقدس، شيء يدمى له القلب، أمر مريب. الإشكال أن هذه الأمة كأنها لا تستفيق، تريد تستجلب عليها غضب الله جل في علاه وأن تمطر عليهم السماء حجارة من السماء. يعني أمة جاهلة إلى هذا المستوى، أمة وقع فيها الجهل إلى هذا المستوى، لا يعرفون شيئا عن دين الله، ألف باء عقيدة يفقدونها. يعني يصلون على امرأة نصرانية كافرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم، وقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نصرانية أشرقت بالله وتعتقد بأن عيسى هو الإله، والله جل في علاه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يدعون لله الولد، يقول يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والصلاة شفاعة، والشفاعة منفية عن أهل الكفر، قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إنما شفاعة لله جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن أشرك بالله لا يرضى الله عنه، ليس بالرضا عند الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى حتى ولو عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن قيد، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله عن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمة تتراجع بمثل هذا التراجع، يكون فيها الجهل بلغ مبلغه إلى هذا الطريق، إلى هذا الحضيض في الجهل في المسلمين بهذه الطريقة، يصلون على كافرة الله جل وعلا يجعل عملها هباء منثورة. ما هذا؟ يصلون على امرأة كانت ليلة نهار صباح مساء تسب الله جل في علاه. هؤلاء ليسوا أغرار، هؤلاء جهلة، سيستجلبون عليهم عذاب الله جل في علاه، ويحسبون أنهم رحماء. وضع الرحمة في غير موضعها جهل وسفة، ويطلع مغفل يقول الترحم مختلف فيه، يعني كفرهم مختلف فيه، مغفل ما عنده إتقان ولا علم في هذا الباب. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لذلك النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وقال في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من أمة الدعوة، لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به كان من أصحاب النار. ثم تقولون يصلون عليها جهل مركب، يستبطرون الحجارة من السماء عليهم، يعارضون الله جل وعلا، يحادون الله ورسوله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهل هناك محادا لله ورسوله أكثر من أن ينسبوا لله الولد، أكثر من أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أنتم تقولون بروح الرحمة تصلون عليها على نصرانية ماتت، جهل مركب. الأمة يعني ألف باء عقيدة، ما في انحراف عقدي انتشر عشان نثبت لطائفة ميع جمع كيف أفسدوا في الأمة إفسادا عظيما، لو لم يكن الفواصل في معالم الولاء والبراء لتهدمت الأمة بأسرها، تهدمت الشريعة بأسرها، ومن إذ وعلى إذ ذلك تهدمت الأمة. هكذا الأمة لا تدري كيف تفعل، الأمر عظيم. يصلون على كافرة غير مقبولة عند الله جل وعلا، لا يقبل الله فيها شفاعة أحد، أليس الصلاة شفاعة؟ هؤلاء يستجلبون عليهم غضب الله جل وعلا، هذه محادة لله ورسوله. أين علماؤهم؟ أين مرشدوهم؟ هناك في بيت المقدس كمان يحدث هذا الباب. والله الأمر مزري، الأمر خطر عظيم، الأمر فيه خطر عظيم. الأمة جاهلة غارقة في الجهل. الله يتولانا برحمته.